السلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، نتوما والاباء ديالكم والامهات ديالكم والصحاب ديالكم والحباب ديالكم. مرحبا بكم في قناه تيلي داري اللي كتجي لكم كل نهار بالجديد ديالها. واليوم ان شاء الله قررنا ان نديروا لكم فيديو جديد من سلسله الادويه على واحد الدواء اللي زويون بزاف بزاف، سميتو ماكسيلاز. واحد الدواء كينفع بزاف الناس اللي كينصابوا بالالام ديال الحلق الخفيفه، كيف ما كتشاهدوا هنا ها هو رسمينها. بالنسبه لهذا الدواء هذا، اشنو هما الالام الحلق الخفيفه؟ منين كنتعرضوا للبرد او لا كنشربوا شي حاجه تتكون بارده وكتجرحنا في الحلق ديالنا وكيولي لنا ناشف، فهادو هما الالام الخفيفه اللي كينصاب بها الحلق ديالنا. وبالتالي فهاد الدواء هذا كيتعتبر مضاد للالتهاب والتورم. فين ما كان شي التهاب او لا تورم على مستوى الحنجره او لا الحلق او لا الاذن او لا الانف البلعوم كذلك، فكنستعملوا هاد الدواء هذا اللي زويون بزاف بزاف. ما نقولش لكم الاثار ديالو منين كنستعملوه. اون فوا كتستعملوه كتلقى عليه واحد الراحه من بعد الاستعمال ديالك ليه، واحد تريتمون اللي كتاخد لك مثلا شي 5 ايام ولا. فهذا دواء زويون بزاف. كيتستعمل جوج المرات في النهار، ثلاثه المرات في اليوم. اما تاخذو قبل الاكل بساعه اولا تاخذو بعد الاكل بساعتين. نتاو الاختيار ديالك، اللي بيتي قبل الاكل قلنا بساعه، بعد الاكل بساعتين. ومن الاحسن ان المعده تكون خاويه باش منين كتاكلو كيتوجه ديريكت لدوك الالتهابات والتورمات باش يشافيهم. وكنتمنى من الله يشافيكم على هاد الدواء هذا اللي سميتو ماكسيلاز. الثمن ديالو هو 60.10 درهم، موجود في كاع الصيدليات. كما ان هناك بعد سميتو واحد السيروات تما سميتو ماكسيلاز اللي كيتناولوهم الاطفال، خاصه بالاطفال كيشافيهم حتى هما. وهذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا الماكس معنا. ما تنساوش البنات ديروا لايك للفيديو الا عجبتكم، تبارطاجيوه مع صحاب ديالكم، وديروا لنا سابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. ودمتم في رعايه الله. اوفياء.